لا لا، خلي خليه يسأل. مرة السيلونس عندك هنا، السيلونس. ريح محمد. لا لا، خليه خليه، ريح ريح ولدي، ريح محمد. ولا روح سميني من، اروح اروح سميني من. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك الحاج محمد خويا الجلالي. عليكم السلام، راكي هنا حدايا وتقولي السلام. ابو سيمة تشوف، شوف لي الصون برك. تحياتنا خويا ابو لحية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. خويا الجلالي، وعليكم السلام، راك هنا حدايا. السلام. الحمد لله خويا كمال، لاباس الحمد لله. وعليكم السلام حكيم. موح المشطوب، خونا موح، تحياتنا خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. والله الحمد لله. الله يسلمك خويا الطيب. الصوت 10 على 10. شكرا. صبروا غير واحد دقيقة ولا زوج يطلعوا معنا جماعة. بسم الله ونتكلوا على ربي. سلام خويا قدر، لاباس خويا فرحات الحمد لله. خويا الياس وعليكم السلام. عماد مسعودي ربي يبارك فيك، الله يبارك فيك ان شاء الله. خويا عيسان تحياتنا. شكرا، ربي يبارك فيك. خويا عز الدين احمد عمير، لاباس الحمد لله. خويا بشير شير الحمد لله يا ربي. رضا خالدي وعليكم السلام. مصرو الناس افلو، الناس لغوات. خويا ابو علام وعليكم السلام. خالد السلام ورحمه الله اخي. داود جادور وعليكم السلام. منير خونا ناسن، والله خيرك يا ربي الحمد لله. خويا ابو يعقوب ابو العرس، لاباس خويا الحمد لله. الحمد لله ما صاش. ما خويا منير الله يبارك لنا ويربيكم ان شاء الله خويا. والله لا تايا الحمد لله لاباس. ماذا كاع شفت غير لاتا يا مصطفى؟ الله ينور خويا صالح تحياتنا. منير ربي يحفظك، والله الله يغيبك اخويا، الله لا يغيبك. الله غالب.
عمي عمار، وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا كمال، وعليكم السلام. طه، السلام ورحمة الله تعالى. نور الدين، السلام ورحمة الله. خير محمد يعقوب، وعليكم السلام أخي. أخويا بالقاسم، ربي يبارك في أخويا إن شاء الله. محمد، السلام أخويا. سليم نزار، وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا خويا عبد الوهاب، عبد الوهاب نسوات سوف. خويا عمي علي، والله يا عمي علي فات الاخر ما شفتش عاودك موت واقف المستشفى يا ودي. واش موت واقف؟ هذيك موت واقف هي اللي خلاتنا توالى. السلام ورحمة الله، الله يبارك فيكم ان شاء الله. جبت المشطوبين زيانيت يا ودي يا مخوتي يا راجل، واش بيه هوالي يعني. والله والو كيما اقول لك، الجسد جبد بصح الروح مازال. عبد الرحيم عبد الله، وعليكم السلام. عبد الرحيم خويا عبد الله، لا باس الحمد لله. خويا منير تيجر، يا خويا ليكم وحشه خويا منير. سالم، السلام ورحمه الله خويا. الزمن دوار، وعليكم السلام. هواري سايح، انا ربي يبارك فيك ليك، حتى انت ليك وحشه خويا. عامر بكوش، بارك الله فيك، اليد في اليد ان شاء الله يا ربي. قاسم خويا، قاسم ربي يهنيك اخويا، الله يفتح عليك ان شاء الله. الوسيني خويا الهواري بن عدله، تحياتنا والناس تلمسان، ناس الحداده ولا رفات سانك اخويا. نوري، السلام خويا محمد الامين، موت واقف كيما فؤاد يا ودي. الله الحد يموت يموت وحده هذاك. والله يا خويا يتوحشك الخير ويا الطاهر، الناس بالسكره، ربي يبارك فيكم خوتي، الجماعه كامل الناس بالسكره. خويا فوزي، عيسى، ابو رافع، الجماعه كامل. خويا عمي اسماعيل، الله يطول في عمرك. والله يا خويا وعلى ما نفرحش، وانا شان نكذب على خويا. فالانسان كيما قال لك ضحك للدنيا ضحك، فعينا نتشن فوعينا ما خرجتناش. خويا العيد ربي يبارك فيك. جمال، تحياتنا. الهضره طويله الدور، هنا نقصوا شويه برك احتراماتنا. الناس قال ما ربي يحفظ خوتي ان شاء الله. حليم، وعليكم السلام. معليش معليش خويا الزمن. دراجي، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عداس، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هشام العربي، الله ينورك اخويا، منورين بحضوركم ان شاء الله. بعافيه، امين يا رب العالمين، امين. ما نطوش على خوتي. نبدا على بركه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اصحابه ومن تبعه الى يوم الدين والمن والاه. وحي جميع الاخوه المناضلين على المستوى الوطني، محاربي العشريه، مشطوبين، متقاعدين، معطوبين، جميع الافراد اللي شاركوا اثناء العشريه، محاربي العشريه 92/2011، نحييهم من هذا المنبر، نقول لهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم البث هذا بعد مده كيما نقول لك ابتعدنا شويه على الفضاء الازرق هذا ولا على المواقع. بالمناسبه كان هذا كيما اللايف هذا كنت مبرمج ليله البارحه، لكن للاسف ربي ما كتبش. اليوم رانا متواجدين في ولايه وهران، ضيوف عند اخونا محمد بن علي اللي استضفنا في البيت تاعو، نقول له بارك الله فيك والله يجازيك، بالحضور تاع الاخ الجلالي انس المعروف في الصفحه تاعو، الجلالي انس، الجلالي تاع وهران، احنا نقولوا الجلالي وهران، ربي يبارك فيهم وناس وهران كامل، خوتنا كامل. نقول له بارك الله فيك وجزاك الله خير، وربي يحفظ لك الوليدات ويحفظ لك البنيات، وان شاء الله بربي كما يقول لك الايام القادمه ان شاء الله تكون ايام خير وفال عليك وعلى العائله وعلى جميع الاخوه المشطوبين على المستوى الوطني، محاربي العشريه. بالمناسبة نترحموا على خوتنا اللي توفوا في المدة الأخيرة،
خوتنا المشطوبين، من بينهم اللي جوز الخبرة الطبية، ومن بينهم اللي كما يقول لك كان يستنى باش يفوت الخبرة الطبية، لكن شاءت الأقدار والأعمار بيد الله، وما عسى نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحم خوتنا اللي توفاو، وخوتنا اللي هم مرض ربي يشفيهم إن شاء الله. الإصحاح ربي كما يقول لك يزيد، كما يقول لك يعافيهم إن شاء الله. وربي يفرج على خوتي كامل على مستوى الوطني، ربي يفرج على جميع الإخوة اللي راه مريض كما يقول لك، واللي ما يحتاج، واللي أي إنسان. البث هذا اليوم كان وبصفة خاصة كما يقول لك الناحية الغربية، وبصفة عامة على مستوى الوطني، ما آلت إليه قضية مفصول الجيش محارب العشرية 92-2011 بجميع الشرائح تاعها. والله يا خوتي الكلمات أصبحت الكلمات كما يقول لك، الإنسان باش ينطقها ولا يتكلم على التسوية ولا يتكلم على هذه الأمور، والله غير الإنسان. ولا أنا صراحة وليت نستحي من نفسي، نستحي من نفسي كي نتكلم على قضية اللي أسالت كما يقول لك الحبر منذ سنوات وسنوات وسنوات، وهذه الفئة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. جاءوا مسؤولين وراحوا مسؤولين، وجاءوا رؤساء وراحوا رؤساء، وجاءوا وجاءوا وجاءوا، والملف تاعنا هنا ديما يتراوح في حابس الأدراج، وخوتنا يتوفاو ربي يرحمهم، والناس تموت في صمت، الناس مراض، اللي عنده كيما يقول لك امراض مزمنه ربي يشفيهم ويعافيهم، اللي كيما يقول لك راه في الطريق كيما يقول لك الله يعافينا ويعافيهم، لا حول ولا قوه. وحنا اليوم على المستوى الوطني بقينا متشتتين، كالشرق كالناحيه الغرب كناحيه الوسط كناحيه الجنوب، اصبحت كيما يقول لك سمحوا لي بهذا العباره، يجدوني يقول لك العرم الغنم بلا راعي، ولا ماهيش اني نمثل بالتمثيل هذا، الشغل بقينا هايمين صراحه، بدون ما كان حتى شيء. الشيء اللي كان كي تبقى نتذكر في السنوات الفارطه والنضال والناس كيفاش كنا، وكنا متكاتفين، وكيف كنا متلامين في بعضنا، وكانت اليد متماسكه، وكانت كيما يقول لك كيما كاسنان المشط. اليوم الشيء اللي شفناه ورانا نشوفوا فيه على مستوى صفحات الفيسبوك من سب وشتم وقذف وامور وامور وامور، وزياده على ذلك حتى المسؤولين عن الملف هذا شغل كاننا غير ماناش موجودين اصلا، لا على مستوى الوطني، على مستوى المدراء المركزيين، ولا على مستوى النواحي. الملف تاعنا راه منذ دفع الملفات 3 سنوات، اليوم كما اقول لك الا بعض عينات، ما نقولوش ناس ولا فئه وكامل تزوات، عينات فقط تعد بالاصابع، وخاصه الملفات الاغلبيه تاعهم كما اقول 95 ولا 99% تكون الملفات تاعهم عسكريه. هنا كون نرجعوا للحوار الوطني ولا اللقاء الوطني اللي اجرى مع المدراء المركزيين على مستوى نادي الجيش الوطني مع الاخوه في اللقاء نتاعهم في 23 جوان، كانت الامور واضحه، والناس كامل دفعت الملفات ومشينا في الطريق صحيحه وطريق صواب، وقلنا سي بون، والناس فرحت، والناس استنات وباصص الامل نتاعها رجع لها، والناس كي كل واحد فتح الاذرع نتاعو لهذه التسويه. في اخر المطاف يصطدم بجدار اسمنتي اللي يضرب فيها نضرب، واللي هود في واد هود في واد، والناس قاعده لا حول ولا قوه. انا نقولها لخوتي من هذا المنبر اليوم، بالنسبه للناحيه الغربيه اللي غدا بعض خوتنا اللي عندنا وقفه جهوية على مستوى الناحية الغربية بالصندوق التقاعد العسكري الناحية الثانية، للاستفسار على الملفات نتاعنا اللي دفعناها منذ سنوات وسنوات إلى يومنا هذا، الباب اللي نطرقوه ما كانش. الناس اللي فوتت الخبرة منذ سنتين
ما عندهمش علم على النسبة تاع الخبرة نتاعهم، نسبة العجز اللي استفادوا منها، ولا معدومة من النسبة تاع العجز نتاعهم اللي ما استفادش. قال عندك ولا ما عندكش، اديت ولا ما اديتش. بالنسبة للإجراء التأديبي لا يخفى على الجميع أنه صح، قال لك لا كونفورماسيون تجي من العاصمة من وزارة الدفاع الوطني، وكاين أمور على مستوى وزارة الدفاع الوطني ونهاية العقد لما تبقى على مستوى النواحي. حنا حتى ولا إجراء تأديبي ولا نهاية العقد، الناس كامل راهي في سلة واحدة، والناس كامل راهي في سفينة واحدة، بدون ذكر، بدون ذكر، باسكو كاين خوتنا التحقيق الأمني والتحقيق السلبي، وخوتنا الأرامل نفس الشيء ما كانش لحد الساعة، لا تحقيق أمني لا تحقيق سلبي، ما عندهم حتى حقوق حتى لي راديسيون تاعهم ما كانش. خوتنا الأرامل الملف تاعهم فاني كيما نقول لك حابس الأدراج، ما على بالنا لا إكس ولا إكراك. واليوم الناس اللي جوزت الخبرة الطبية على مستوى الناحية الثانية ما على بالناش حتى العدد اللي كاين، ولا الناس اللي استفادت من العجز، والناس اللي فاتت في الخبرة وعطاوها العجز تاعها واليومين هذا ما سووهمش. سما التسوية هذه بصريح العبارة، ولا كيما يقول لك بارونتيز بين قوسين، راهي في خبر كان. المسؤولين كذبوا علينا، هذه بصريح العبارة ونقولها بفمي مليان، والخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. المسؤولين المدراء المركزيين كذبوا علينا بطريقة أو بطريقة أخرى أو بطريقة ما، لأنه الشيء اللي تفهمنا عليه والحقيقة اليوم اللي اصطدمنا بها أو فرق. لأنه أنت قال لك باللي أنه ملف مدني عن طبيب مختص مرض منسوب للخدمة، روح بصحتك، المهم أنك يكون المرض تاعك منسوب للخدمة. الناس كامل دارت ملفات عن أطباء مختصين أمراض منسوبة، اليوم نصطدموا بالخبرة الطبية والفخ، الفخ اللي جوزونا فيه وطحنا فيه، وهو انه كي تلحق عند اللجنه الطبيه عندك 0%. حتى ولا كان بعض الاخوه في المده الاخيره قال لك اودي اعطيني حتى صفر، مثلا راه عندي عينه على مستوى الناحيه الاولى ما عندوش بزاف، عنده واحد 3 ايام اتصل بيا واحد الاخ اسمه اسماعيل، عنده كيما نقول لك زوج تاع لي كوفانيسونس، زوج تاع نقاهه كيما نقول لك، فيهم 21 يوم 21 يوم، وعنده عمليه جراحيه على كيما حنا نقولوا المصران الزاي كيما حنا نقولوا لها بالدارجه. كانش السيد عطاوه 0%. باب الطاعون ما على بالنا لا كاين ولا ما كانش، فتح باب الطاعون قال لك الطاعون الناس اللي دات بالاخر. هي المشكله احنا اصلا على واش نروحوا للطاعون يا جماعه؟ الطاعون احنا ما نروحوا لهاش كاع، ما نروحوش كاع للطاعون اصلا. احنا اصلا الناس اللي فوتت الخبره منذ رمضان اللي فات، سمى العاس السنه الفارطه، رانا داخلين في رمضان هذا، كيفاه النسبه هذا الانسان اللي يجوز الخبره الطبيه نتاعو في ظرف سنه ما تقدرش تعطيه انت البورسنتاج تاع تعطيه نسبه العجز نتاعو، قال بلي انت استفاديت ب 10% ولا 15% ولا 20%، ولا ما استفاديش اصلا. احنا اليوم الرسائل تاعنا للسيد رئيس الجمهوريه، درنا رسائل الاعتصامات، اعتصمنا ما خلينا حتى بلاصه، اعتصمنا في عده اعتصامات. على مستوى دالي ابراهيم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج اسبوعيا تقريبا سنه ولا اكثر من سنه، والناس اللي الناس كامل رايحه لدالي ابراهيم. الجواب منعدم، لا من طرف مدير الصندوق الجهوي ولا على مستوى كما نقول لك المديريه المركزيه على مستوى دار ابراهيم. ولهذا احنا اليوم، احنا اليوم كمفصولين قرار تاديبي على مستوى الوحدات او على مستوى المحاكم، او خوتنا نهايه العقد بطلب منه، او نهايه العقد اجباري، خوتنا التحقيق الامني والتحقيق السلبي، خوتنا الارامل بصفه عامه، جميع الفئه من 92 2011، احنا اليوم واجب علينا كافراد
اذا كان كل واحد دفع الملف تاعو، انا نظن بلي كل واحد راه مسؤول على الملف تاعو. ربما كانت بعض التشنجات في بعضنا وبعض الاتهامات وفلان وفلتان وكذا وكذا، وهي ما زادت طينة بلة، وهي ما زاد كما اقول لك تفكيك الفئة اللحمة اللي كانت بيناتنا، رغم انه حتى كان المسؤولين هذو يستفادوا من هذا الشيء. هو ماذا به غدوه ما كان حتى واحد يجي يكسر له راسه وحتى واحد يوقف عليه. هما لي خويا لما نجي يكسر لك راسك ما نوقف عليك، اعطيني حقي خلينا نروح نرتاح وانت ترتاح وانا نبقى نرتاح. احنا الدوله هذه احتاجتنا نهار اللي كانت العشريه، نهار اللي احتاجتنا البلاد هذه، نهار اللي احتاجتنا احنا. ربما كون نرجعوا لخوتنا تاع التسعينات، الاكبر فينا اللي تنسب للمؤسسه كان في عمره 19 سنه. انا شخصيا اعوذ بالله من كلمه انا انضميت للمؤسسه مولا 18 سنه، 18 سنه وشهر يا ربي ما لحقتش. دافعت على البلاد هذه بالشي اللي قدرت عليه. انا اللي في 18 سنه كان ناس اختارت طريق واحده اخرى، ناس اختارت طريق واحده اخرى اللي على بالكم بها العام والخاص، وبسببهم اللي عاشت البلاد عاشت 20 سنه ولا 30 سنه للوراء. اليوم يعيشوا بكرم، يعيشوا بقدرهم، ويعيشوا باحترامهم. وانا اللي ضحيت بالدراسه نتاعي، ضحيت بالاولياء نتاعي، الوالديه اللي الاب نتاعي، انا نهار نحكي لك بصفه عامه انا ما نحكيش هذا الامر، ولو والله غير نحكيه. حتى الوالد نتاعك انت يبكي عليك وانت رايح تدخل المؤسسه، وهو يبكي عليك بالدمعه ويقول لك يا ابني لا ما تروحش وانت رايح. كيف هي عجبا لي انا اللي ضحيت بالدراسه تاعي، انا كون كملت دراستي الحمد لله كوراني لربما راني بالبوست تاعي اليوم، وراني بالمنصب تاعي، وراني الحمد لله حتى ولو ما قريتش كوراني هربت من البلاد هذه، راني خرجت من والله ما نقعد. سبحان الله، كيف اليوم احنا اللي ضحينا على ذي البلاد هذه وقفنا عليها، وقفنا حبيت ولا كرهت حتى تقول لي انت مفصول، نقول لك وقفت على ذي البلاد وما زلت واقف عليها ليومنا هذا. انكم العيشة نتاعنا كرهتوها لنا سبحان الله العظيم. يا اخي وقفنا في الحراك المبارك، وقفنا مع القيادة، ومشينا في الحراك المبارك وقلنا رانا هنا قلبا وقالبا. في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقلنا رانا هنا، وقلنا صفقوا صفقوا. في النهار اللي البلاد احتاجتنا قلنا رانا هنا، فاني ما كاش مشكل. حتى النهار فضل كيما قلت في الحرائق تاع الغابات، كانت من الاوائل اللي كانوا في تيزي وزو خوتنا مفصولين تاع الجيش، وكانوا كيما من الاوائل اللي رافدين هازين البايلون، هازين الشطب، ويطفوا ويطيحوا وينوضوا، لانه فيهم مزروعه فيهم الروح الوطنيه، مزرعه فيهم حتى واحد. انت حتى ولا كاين مسؤولين هذا الناس، كاين مسؤول ربما على مستوى ذا الملف اللي راه مبلوكي ذا الملف ولا الملف. انا نقول باللي كاين ناس واحد اخرين فيهم الخير، ناس ابناء هذا الوطن، والناس راهم في القياده الفوق واللي على بالهم باللي هذا الناس وصلوا. احنا كي كانوا يسبونا كانوا يعايرونا الشعب، كي كنا نخرجوا للميدان، انا واحد من الناس سبونا مش الف مره، توما جي الزروال، توما درتوا وعملتوا، وانتوما فلان وفلتان. احنا عندنا ام واحده كيما قال لك، الام تاعنا هي ذا الوطن. انا ماشي كان مانيش، انا مانيش في فرنسا ومانيش في لاسويس ومانيش في الالمان ومانيش في اسبانيا، ونهضر ونقول بلادي، انا بلادي ندافع عليها اليوم وغدا، ونحترم القرارات تاع الدستور، ونحترم كيما نقول لك قرارات الجمهوريه، ونحترم المؤسسات تاعها بجميع المؤسسات. لكن حتى انتم ديروا لنا قدر، الناس تموت قدامكم يا عباد الله. كاع الملفات العالقه، الملفات انا احسن ما نشوفوا، رانا نقراو ماناش حابسين دروك العالم ولا قريه صغيره، رانا نشوفوا كاع القطاعات كاع الملفات الشائكه. الملفات هذه راهي تسوات وراحت، حتى ولا كان بقى كيما نقول لك 35 ولا 40%. لماذا هل ذي الملف؟ انا المسؤولين، انا عندي رساله وسؤال موجه للقياده العليا، وعلى راسهم رئيس الاركان، وعلى راسهم رئيس الجمهوريه. حتى رئيس الجمهوريه عمي كيما نقول لك عمي تبون، كيما ما نقولوا احنا نقولوا عمي تبون. الملف هذا من 2008 ليومنا هذا 2023. هنا غدوه الملف هذا، انا غدوه 55 سنه واش ندير به انا هذه؟ انا ما سحقيتش هذه الشريه تاعكم كاع، وما نحتاجهاش وما عندي، ما ندير بها. انا اليوم الا ما فرحتش انا مولا 44 ولا 45، انا كي نشوف خوتي 57 سنه 14 سنه خدمه فعليه،
كاين عبد القباريكو، عمي عبد الرحمن، عمي عبد الله، عمي عمي كامل بريكه، عمار جراما، هذو الناس اكثر من 55 سنه. انا الاقل بالك 44 ولا 43 سنه الحمد لله، بالك انا كيما نقول لك مازال عندي واحد باص الامل، باقي لي 7 سنين بلحق نص قرن. كي نقول نص قرن على بالك شايف نص قرن، كي تقول واحد عنده 50 سنه يحوس على باش يجري على الحقوق. انا في اخر مطاف الضربه الاخيره، المده الاخيره، الضربه الاخيره خرجت على التجلابين، كي نشوف انا واحد ود 2001 2002 يجري مورايا ورفض القرمه، غاضتني عمري. انا فما كنت بومبان خلاطي نطرطق روحي سبحان الله. ود 2000 ود 2001 يجري مورايا بالقرمه في وسط الغابه في الجبل، هذا الشيء لواش لمن يا سيدي؟ نهار الاول قولوا لنا باللي انتم ما عندكم حق، ما عندكمش تربح روح تربح، والله حتى الا زاد دار بكم يا سيدي. عندنا حق ما عندناش، ماناش يا ودي انا مانيش، احنا رانا نقولوا رانا البلاد هذه رانا واقفين معها قلبا وقالبا اليوم وغدا. انا الدم ذروك الا كان ذروك في ذي اللحظه اللي فيها، اذا كان غدوه العدو الاجنبي مهما يكون الصفه نتاعو مهما يكون، راني هنا في الحدود مهما يكون. بصح علاه حقرتونا؟ حقرتونا بصفه بنهضوها بصريح العباره، حقرتونا. ماناش مليون احنا، ماناش 900,000، ماناش 500,000، ماناش 400,000، ماناش 200,000 في رمشة عين. نخرجوا الاعتصام ما تخرجوش، نجي لكم رئاسة الجمهورية. انا شخصيا رحت الوسيط الجمهورية الوطني قال لك انا ما عنديش الحق باش نتدخل على مستوى الملف تاعكم. هجبد لي كارني فيه 50 باجا هاو قرا لي صواب، انا ما عنديش دخل باش ندخلك في الملف هذا. هيا وكيفاه دروك نروحوا لدار ابراهيم جبتوا لنا السعيقه، خرجنا للاحتسام بين بين روحنا جبتوا لنا السعيقه، خرجنا لروحنا كسموه دروك فهمونا. سبحان الله العظيم، دروك حنا رانا عايشين، رانا عايشين في دوامه، خليتونا عايشين في دوامه. انا واحد من الناس دروك واحد لا طونسيون السكر ما على باليش، كاين امور وكاين خوتنا اللي راهم كيما نقول لك راهم الاخ تاع خونا تاع تي باز هذاك راه كيما نقول بين الحياه الموت، سرطان الكبد. لا والناس اللي فوتت الخبره، الناس فوتت الخبره الطبيه في اخر المطاف ما عندوش، خلى خلى عرام تاع دراري. احنا اليوم يا ناس يا ناس يا ناس، الرساله تاعي موجهه الاولى للمناضل بصفه عامه بصفه خاصه وبصفه عامه للرأي العام، وعلى خاصة المسؤولين عن الملف هذا من رئاسة الجمهورية، الوزارة الدفاع الوطني، المدراء الجهويين، المدراء المركزيين. يا ناس خافوا ربي في ذي الزواولة، هذو كانوا انتم يا اخي قلتوها لنا بعظمة لسانكم، قلتوا لنا انتم اولادنا، انتم اولادنا. يا اخي الأب ما ياكلش ولده. الأب ما ياكلش ولده، ما ياكلش رزق ولده. ماناش نطلبوا احنا في المحال، نطلبوا في حقنا حق من الحقوق المشروعة. إذا ما عندناش حق من الحقوق هذه يا خويا خرجوا لنا على المباشر وكتبوها لنا في بوندرول، وقال أنتوما غير معنيين، أنتوما ما كانش، أنتوما ما عندكم حتى شيء. كيف تجمع معايا مع مدراء مركزيين مع قيادة عليا ودفع الملفات و و و و و من بعد في آخر المطاف ديروا لنا فخ وهو فخ الخبرة الطبية، تجيب لي طبيب تقول لي جيب لي ملف أنايا أثناء الخدمة. نحكي لك مثلا انايا كنت على مستوى يا ربي كيفاش والله العظيم الهضره تاع البلاد. لا نمشي البريمير هنا في المسرقين، كنا بوست افونسي في مسرقين. لا مرجاج وخلينا من الوجه. انا ديجا صرا لي تسمم وجي داويت. وين داويت؟ ما داويتش في على المستوى اللي صوم، جابوني على مستوى كيسموه العياده في مسرقين. يعني دوك نروح تسمى 98 نروح انا نجيب نقول اعطيني العياده في مسرقين انا باللي كاش من هذه. انا روحت شخصيا الوحده اللي كنت فيها 184 للمدفعين مضاد الطائرات، قال لك الارشيف ما عندناش. هذه عندها سنوات، وسنه هذه في 2012 الله اعلم ولا 2013 كان خاصني تاع باسكو كي هنا نخلصوا. احنا ما كناش نخلصوا بالسي سي بي، كنا نخلصوا تريزور. وفي ذاك المومو كانت واحد الفويت صاريه في لا بريم ديجاجمون تاعي مادي، واحد الامور كذا كذا امور تاع لاباي. جيت لارشيف باسكو التريزور لا، قال لك ما كانش. دوك انا مين نجيب هذا يرحم والديكم؟ انا دوك انا بقيت تقول لي روح جيب لي انا وثيقه تبين لي بلي، يعني نقول لك بلي اني مريض اخويا.
وانت اصلا انت المسؤول اللي قلت لي روح دير وثيقه باللي الطبيب هذا ماهوش مريسكي بروحه يروح يدير لك الطبيب يدير لك ورقه تعاودي انت باللي ماكش مريض. دروك حنا اذا كان هذا الملف مازال كما نقول لك الامد تاعو يمشي لقدام ومازال هذا الملف طويل، ماذا بينا مسؤول يخرج لنا ويصرح لنا وكل واحد يروح يحكم داره ونفركتوا سوق الذر هذا. انا مانيش مستعد اليوم، هذه حقيقه الجماعه صراحه، انا واحد من الناس، انا بهذا الحقيقه انا يقتلوني نقتل، يقتلوني نقتل واحده من زوج، هذه حقيقه لا مفر منها. انا باه نسيب واحد ولدي باسكو انا كنت تزوجت في الألفين، انا ولدي راه في الألفين، انا باه نجيب واحد وانا زايد في الألفين والألفين واحد واللي اصطاد فيا كما الفئران، انا هذه سمحوا لي يا جماعه انا ما نقدرش نديرها صراحه. تهضر معايا بصراحه لا الاخر، بس انا باه تولي تجري مورايا في الغابه تجري مورا، نخرج للميدان تقول لي ما تخرجش ما تحت ما تحتش، نجي لك وزاره الدفاع ما تستقبلنيش، نروح الرئاسه وما عندكمش الدروه باش تلقاو الرئاسه، نروح لوسط الجمهوريه ما كانش، نروح للمدير الجهوي ما كانش، ما عندي ما ندير بك، ما عندي حتى ما عندي حتى هضره معاك. يفهمونا دروك يرحم باباكم، احنا يا مانا جزائريين يا اخي نقولوا جمهوريه، انا على بالي سيد رئيس الجمهوريه وحضرها حتى بعض متسان وقال لك كاين تباطؤ وكذا و و و و، احنا على بالنا بلي كاين ناس تحوز تاجج الوضع، على بالنا بلي كاين ناس في دوالب السلطه وتحوز تاجج الوضع حتى بالفئه نتاعنا كمتقاعدين ولا معطوبين ولا مشطوبين، وخاصه الفئه هذه تاع محارب العشريه. بصح لي يكون في علمهم جميعا بلي انه هادو ابناء المؤسسه، هادو ابناء، هادو سليل جيش التحرير، ماهوش انت اللي جيت تحشي لي باش تاجج بيا الوضع في البلاد ولا غير فوتها. انا نقول لك بلي البلاد خط احمر، حبه من حبه وكلمه كاره، انا حقي يروح للواد، حقي حقي يروح للواد ما تحقيتوش. وحنا على بالنا واش كاين، انا واحد شخصيا على بالي ندري بهذا الامر، انا باه ترسل لي الصاعقه تلحقني في الجبل، هنا كاين امر دبر بليل، لما ترسليش الصاعقه تدبرني تحوزني في الجبل. انا اذا الصاعقه انا كي تشوفني تشوفني في الميدان، تشوفني في الطريق العمومي، ولا تشوفني اني ضيقت على المواطن ثم حاسبني. انا علاه لماذا نهرب الجبل؟ انا ماشي باش الجبل، انه باش نافيتي الناس، باه نبينوا رواحنا باللي ودنا كيبه، باه ما تكونش كومبرومو، باه المواطن ما يكونش في من سبحان الله، باسكو كي يكون احتجاج ويكون وقفه وطن سلميه ولا وتكون في السونتر شويه تكون بالاخرى. احنا كنا نطلعوا الجبل لا باه نافيتوا هذا الشيء، باه المسؤولين يشوفوا فينا ويردوا كما نقول لك الغبينه اللي انا مغبونينها يدوها للمسؤولين تاعهم، قالوا ودي الرئيس ولا يا سيد رئيس الاركان ولا يا فلان يا فلان، اودي هذا الناس شوفوا كيف الملف تاعها. هاو دوك انا يرحم باباك، انا طالع في الغابه، هاو انا يمس نشوف في كمال بريكا 57 سنه راقب اول قوات خاصه قاعد يجري في الويدان، اقسم بالله العظيم المرض تاعو ساه مسكين هاي والله، غير طرطع درت في الواد نصيبه قاطع، شوف قسما بالله انا دخت ما امنش بلي عمي كمال بريكا راه يجري ذاك الجري. هلا غالب مسكين دروك انت في عمره 57 سنه يعاود يتسجن مره واحده اخرى ويخلي ولاده، ولا يتجن عمي عمي عبد الرحمن، ولا يتجن بوثينه، ولا ناس كبار كانوا معنا انا حتى، ولا كان بالك ربما نقدر علاه. وزدنا في بعضنا، انت فيك وانت فيك وانت فيك وانت فيك وانت فيك يا جماعه، قلنا هذا اللي لايف وهذا البال و و و يا اخي خرجوا، نخرجوا شويه من المواقع ونروحوا للواقع مباشره. اللي راه خايف على نفسه ولا خايف يقول لك انا ما ولا تسجنت على واش نتسجن يا اخي، رانا في دولة قانون، رانا في دولة قانون، والتظاهر ولا مطالبة بالحقوق او كفلها لك الدستور، ماهوش انا اللي كلفلتها، الدستور اللي فوطينا عليه وانتخبنا عليه راه مكفل لي بلي اني نطالب بحقي، انا ما نكسر ما نخسر ما نحقر ما نحرق ما ندير ما نعمل كمواطن جزائري يا خويا، اني طالب بحقي لا اكثر ولا اقل. احنا السيد رئيس الجمهورية على باله بهذا الشيء، دروك اذا كان تمو سنه بعد سنه سنه بعد سنه كاين لك الاخوان فرما الخبره الطبيه راهي مستوى الناحيه الثانيه، طب بعام عام عام الخبره الطبيه بتفوت الخبره الطبيه يعطيك عام الرونديفو، عام بتفوت الرونديفو عام باش من بعد يعطيك الخبره وفشك عادي كان عطاك كفوت بعد عام ومن بعد صاديبو على بالك. شوف شوف تعياك تحسب لها، شوف دير مهما تكون دير عمليه حسابيه تبحر لك. والطامة الكبرى انك غدوة الضموندي على خرجة ميدانية الموسي تمسح فيه كامل، وفي اخر المطاف شاتسيب تسيب 30 واحد ولا 40 واحد موراك، ومن بعد يقول لك يا خونتونا ودرتونا وعملتونا.
يا اخي انت كريم واش مخو انت والخيانه اللي تهضر عليها والراي الخيانه. الخيانه انت المناضل اللي خان خونت خوك، انت المناضل اللي خونت ولادك وخونت دارك وخونت عائلتك. سبحان الله، رانا جزائريين ورانا مواطنين وماناش ضد البحار، احنا ماناش وراء البحار ورانا نطالبوا بالحقوق، ولا احنا نطالبوا بحق مشروع لا اكثر ولا اقل. احنا مادام اعترفت بنا وزاره الدفاع وعندنا ملفات وعندنا وثائق تثبت انتمائنا للمؤسسه هذه، لماذا هذا التماطل في تسويه الملف هذا؟ ما هو السبب؟ انا واحد من الناس كرهت سبحان الله، اقسم بالله غير كرهت من 2008 الواحد يجري 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 الشيء اللي صيب، باسكو الامل تاعي كان فيه التسويه. اليوم انا نتصدم بجدار هو هي الخبره الطبيه ويعطيك 0%. عاش ماك سمت ما خلى. كيف؟ كما قلت ولهذا احنا النداء نتاعي النداء نتاعي النداء نتاعي والنداء تسمى كاين هذا النداء انا راه يمثل 93,000 او اكثر او اكثر لسيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يا سيادة الرئيس رانا في غبينا، لا اله الا محمد رسول الله. يا الفئة هذه تهمشت 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 في الحياة العسكرية وتحشت حتى في الحياة المدنية، ما عندك لا حق ولا محقوق. حتى في الحياة السياسية والله يا عجب اقسم بالله تصدقوني يا جماعة هذا الأمر هذا ماهوش غير أنا، بعض الإخوة وأنا واحد منهم في المدة الأخيرة في الانتخابات التشريعية المحلية الأخيرة نهار كيما يقول لك ترشحوا الجماعة وكل واحد ترشح في القرية تاعو ولا في دوار ولا في البلد تاعو ربي يسهل عليه ولا في الولاية تاعو. واش يحطونا في لونكات في لونكات في لونكات في التحقيق الامني باللي على بالك باللي راسي يحبس عندك عندك صله مع اصحاب المال والاعمال والمال الفاسد. هيا ها وين ولينا دروكي؟ ولينا نلعب خشان، ولينا اصحاب المال والاعمال والمال الفاسد. هو واحد عشان الى خاطر شي خمن فيه بين يجيبه. إلى متى هذا التهميش؟ وغدوة أنا كي نخرج للميدان ولا نخرج في اعتصام ولا نخرج في وقفة نطالب بحقي. لا غالب السلطات الأمنية الأمن الوطني مغرومين كيما مغمورين ما عندوش حل. يجي الخباط من الفوق أخويا أنا ما كمل لي من الجماعة هذو أنا ما تمثل. لا يا أخي أنا اليوم كراني خاطب والأجهزة الأمنية راهي تشاهد فينا ويتشاهد في ذا اللايف. أنا كي خاطب راني خاطب هنا السلطات الأمنية المدنية والعسكرية. هذا هو سما. إذا كان أنا اليوم راني نقول لك باللي غدوة راني جاي وجاي باه نطالب بحقي باه نسفسر على الملفات اللي دفعتهم. أنا شخصيا كنت مشرف على 33,000 ملف على مستوى الناحية الثانية وتكلمت نيابة عن المدراء المركزيين على مستوى وزارة الدفاع الوطني للمناضلين والقاعدة النظرية على المستوى الوطني باللي الناس هذو راهم قالوا لنا باللي التسوية تاعكم في القارب العاجل وان شاء الله الناس كامل تدي حقها. من بعد الطعانات رجعت فينا احنا. لحقت حتى الواحد ولا يخاف باش يفتح التليفون، ما هو الخوف من ربي سبحانه ماهوش العبد، العبد انا ما عندي ما ندلك. باسكو انا ما الا وسيط. الشيء اللي قالوا لي وصلت لخويا. من بعد احنا انتم سلكتوا وحنا كما يقول لك الاخرى على علفته والاخرى علق العماره والله يجيبوها تا بكري طفرت فينا غير احنا. والسهام في الظهر اللي يجي يعطيك بالسهم يقذف ما يعرف له ولا يشوف ما يقراك ما في حياته ما شافكش ويقول لك انت خنتني وانت درت لي وانت عملت لي وانت واش ما خنت انا ها مني منك راني هاني اليوم ها. لا كونفورماسيون تاعي انا عندها عام واربع شهور عندي لا كونفورماسيون ويعلم بها العام والخاص. بصح لماذا قلت لكم رمضان؟ أنا اليوم غدوة غنروح ندير نحوس على الملف الطبي تاعي أنايا. وين نجيب الملف الطبي؟ أنا يقول لك الأرشيف يقول لك ما كاش الأرشيف، مين نجيب لك الأرشيف أنايا؟ أنا نقول لك في الثكنة قالوا لي باللي ما كاش، على مود 5 سنين حرقناه. مين راح نجيب لك الشهادة الطبية أنايا؟ والله الشيء رانا عايشينه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولينا عايشين بين كيما يقول المطرقة والسندان. البحر امامكم والعدو وراءكم. وين نروحوا دروك حنا؟ فهمونا يا المسؤولين.
يا سيد رئيس الجمهورية، يا رئيس الأركان، يا المدراء المركزيين، يا المدراء الجهويين، يا السلطات المدنية، يا الممثلين تعلليكم في البرلمان والسينا و وين نروحوا؟ فهمونا احنا دروك، احنا كمواطنين جزائريين نروحوا؟ فهموني والله العظيم، والله انا الباسبور عندي اخدمتوني في 12 سنه والله ما خرجت به حتى بلاد. هاي فهمونا وين نروحوا احنا دروك؟ روحوا لدار ابراهيم تجيبونا الصاعقه، روحوا رئاسه الجمهوريه تسركلوا علينا، روحوا نشتكوا لرئاسه الحكومه تسركلوا علينا، روحوا لا بي ام تسركلوا علينا، روحوا للسينا تسركلوا علينا، روحوا رئاسه الحكومه تسركلوا علينا، روحوا لهنا نجوا لهنا النواحي تسركلوا علينا. دوك فهم ما اعطونا، اعطونا حل، اعطونا. انا واحد من الناس، انا نطلب في حل، قولوا لنا كيفاش الحل، كيفاش نمشوا، كيفاش نخموا، كيفاش اعطونا حل. احنا دروك خصنا حل، سبحان الله العظيم. اذا كان الاستفسار الملف تاعي ما عنديش حتى شكون اللي يعطيني جواب واضح. كاينش اللي يعطيك وجهه، وما كاينش ولا مسؤول، كل واحد يتحوس يتهرب من المسؤوليه هذه، وخاصه هذا الملف هذا. هم بعد كي تخرج لربما طالب حقك يقول لك ها نو اوتوريز، انت شكون اللي قال لك خرج؟ وين نروح؟ هاني نقول لك بلي جيت لك من الرئاسه ودفعنا رسائل لمستوى رئاسه الجمهوريه، ودفعنا في رئاسه الحكومه، ودفعنا في البرلمان، وانا شخصيا كنت في لابيان في سينا مديت الرساله، ما زالت الرساله لاكوزي راهي عندي في الدار لحد الساعه مده سنتين مع نائب المجلس، نائب المجلس رئيس المجلس الامه، لاكوزي راهي في الدار بحضور السلطات الامنيه، غير بطاش موج بدلها. تدرك كيفاه الشكوى اللي ربي سبحانه وراه باين، ربي سبحانه وراه باين الشكوى تاعو، كي نشكر ربي راه باين. بصح لا اله الا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا نقول لكم الناس يتموت في صمت، يا ناس يا المسؤولين خافوا ربي في ذي الزواوله، يا المدراء المركزيين، يا الجهويين، يا رئيس الاركان، يا الحاج سعيد شنقريحه، هذو ابنائك وكانوا معك في الميدان بالامس القريب. سبحان الله يا سيدي، فاني لك فاني كان حاجة سهلة مهلة. أنا نضمنكم بلي غدوة والله غير نميت لكم النص، على بالي بلي النص غادي يهرب والله ما يحضر، بصح نأكد لكم بلي 50-60% والله غير حضروا. لموا نفس تاع الشاكر تاع بليدة وطلعوا لي ليكو وكملوا معنا كامل، وحسبونا شهداء ولا حسبونا بلي خارجين على القانون ولا ما فهمونا كيفاش. هما ما عندناش دروك حل واحد. شوف كاين ثلاث صوالح، عندكم ثلاث طرق إما لا أكثر، يا تسوونا ونروحوا نرتاح وأنتم راكم شاهلين، يا إما ترمونا تعدمونا، يا اما ترمونا في السجون، ما كاش حل واحد اخر، ما بقاش حل واحد اخر. الناس يتموت بكري، اللي ماتوا بالسكتات القلبيه بلا حساب، والله الا بلا حساب، لا معنباتوا ماتوا الله غالب بالضغوطات النفسيه. راه عندي مشطوب انا في المده الاخ، والله يا خوتي حسبوني عند ربي لمين يشوفون افيتيه، مشي نكرهو وعنده ملف عسكريه، صدقوني يا جماعه حاسبوني بالله اللي عنده ملف عسكري، ثلاثه تاع ليكوفانيسونس راه على المستوى الملف تاعو على المستوى الناحيه الاولى، ودار طعن وفوتوا حتى المحكمه العسكريه ما عنده حتى. وليت مين يشوفوا الزوجه تاعو في واحد المرض، لا اله الا محمد رسول الله، الله يشافيه ويعافيها، هو لا حول ولا قوه، والله الا صاب السرول ما يسيب الصباط، والله الا وليت نتفاداه غير باه ما لقاش باه ما يسقسينيش، وليت نحشم باش نقول له وليت حتى خاطر استغفر الله يا ربي، وليت نكذب عليه غير باش يخليه يرتاح في الذات نتاعو. احنا ماناش ابناء الشعب هذا، احنا ماناش ابناء الدوله هذه، علاه ما تشفعش فينا هذيك اللي السنوات الجمر اللي رفدنا فيها السلاح؟ ها ما تشفعش فينا هذه السنوات تاع الجمر اللي رفدت فيها السلاح؟ اليوم انا كي نشوف الارهابي اللي حقر وحبر وذبح وقتل ودار ودمر ودار وعمل، ورجعنا 30 ولا 50 سنه للوراء، اليوم يعيش ويعيش بكرامه. هني صح هذا حق الدوله عطاته له ربي سهل عليه، كاين دستور كاين امور احنا ما ندخلوش في الامور، بصح انا حتى انا فاني محمد حتى انا نتسوى كيفاه؟ كيفاه هذا اللي كيما نقول لك فصلت وعطيته حقه وانا اليوم نتكلموا بالشيء اللي كنت نتكلموا يعجز اللسان عن النطق، ما كاش كلمات تنعبر بها،
الناس راهي عايشه في واحد الضغوطات اقسم بالله لا حول ولا قوه، وزايدين في بعضكم الشيء اللي رانا عايشينه، الشيء اللي رانا عايشينه وزايدين في بعضنا، زايدين في بعضنا، انت فيك وانت فيك وانت درت وانت عملت. يا ودي صواب انت واش دار لك؟ صواب انا كي تهضري على صواب انا ما زدت فيا ما نقص مني، بصح تغيظني عمري، تغيظني عمري كي نسيب انا اليوم مفصول كيفي قاعد يطعم فيا ويدق فيا في ظهري. لماذا؟ ما هو السبب؟ انا كذا تكلمت تكلمت الا كانت تسويت حاسبني، اذا انا تسويت وتركتك، اذا تسويت تسويت وروحت وخليتك، ولا تسويت وطعنتك في الظهر، ولا درت يعني انا مني منكم، انا نتكلم على شخصيه، نتكلم على نفسي. خافوا الله، واحد يقول له دار قائمه، واحد يقول له دار، واحد يقول له عمل، واحد يقول له كذا. يا ودي انا يا جماعه اتركوا الخلق المخلوق للخالق، كل واحد انا كي نلقاك نلقاك في اطار تاع قضيه. صواب واش يعيش واش ياكل واش يشرب واش يمشي، انت واش تحوش على صواب واش يدير؟ تحوش علي انا واش حياتي واش كيفاش عايش؟ انا ناكل التراب انا ما تحوش علي واش ناكل؟ واش نخدم ما تحوش علي واش نخدم؟ لكن انك تسيبني نتكلم عليك في اطار تاع قضيه وقف معايا ونقف معاك. واش الحاجه اللي تربطني بيني وبينك؟ تربطني القضيه لا اكثر ولا اقل. انه نكونوا متكاتفين مع بعضنا والقوة تغلب السبع. ماشي انك القوة تغلب السبع بان دابزوا ولا تنحروا، نو. بصح انا غدوة كي توقف معايا 1000 2000 3000 5000 10000 وقال رانا هنايا سيد رئيس الجمهورية، ربما لعل وعسى ما على بالناش احنا يكون انسان فيه خير على مستوى مقرب من السيد الرئيس ولا من السيد رئيس الاركان، ويقال اودي شوفوا لنا هذه الفئة هذه هذوما خليهم خليهم يروحوا. والرسالة تاعنا ثاني السيد اليمين زروال، يا كنا ابنائك يا خويا في 95 و97 و98 و99 وعدتنا في باثنا في الوقفه الوطنيه اللي درناها، والرئيس الجمهوريه وعدتنا في الانتخابات في الحمله الانتخابيه تاعه وقلت لنا الملف هذا ان شاء الله يطوى. يا سيد الرئيس نعرفوك باللي مولا كلمه، نعرفوك باللي مولا كلمه، سبحان الله. وبالنسبه خاوتنا المفصولين المستوى الناحيه الثانيه، غدا ان شاء الله راه تكون عندنا وقفه سلميه حضريه المطالبه لاستفسار الملفات والملفات اللي دفعناها على مستوى الناحيه الثانيه، لانه ليومنا هذا ما على بالناش واش راه صاري بعد دفع الملفات، ما على بالناش واش كاين. ولهذا اي واحد كان معني بالملف يا خويا روح حضر، انا ماني نقول لك لا بلا طريق لا سكر لا والو، حنا وقفه حضريه سلميه بحضور السلطات الامنيه، ويكون التقارير الامنيه ثاني يعاونونا بهم باش الاقل تلحق للسلطات الفوق يا خويا. وقال الناس اللي قالوا ودي هذ الناس واش خصهم؟ هدرناها درناها من قبل، لكن لا حياه لمن تنادي، وروحنا عاود رجعنا لدال ابراهيم وعاود رجعنا للاخر وعاود رجعنا لدال ابراهيم وروح ورجع، لكن بدون فائده. ورانا كيما نقول لك رايح روح ورواح روح ورواح روح ورواح، سنه بعد سنه ما كان والو. ولهذا انا كاين حاجه ربما اني طولت على خوتي، نطلب من خوتي المناضلين على المستوى الوطني، اذا بغيتوا الله بغيتوا ربي وبغيتوا حق الزواول وحق اليتامى اللي راهي في رقى بكم، اذا راكم ناسينها راكم وعدتوا، كل واحد راه وعد وعد شارف قال لك باللي ما نسمحش. يا وانت ماشي ما سمحت في الارامي، هو سمحت في حقك اصلا، وتقول لي انا الارامي من حقها خط احمر، يا حقكم ما وقفتش عليه، وروح لي للآراء من المساكن. هي وقف على حقكم بعد كي نوقفوا على حقنا، على بالنا باللي حقوق الاخرى تجي. خوتنا الارامل والتحقيق الامني والتحقيق السلبي. شربنا مير وين؟ وينها في لادراس وين؟ كيف وين اخويا؟ لادراس وين؟ بنديرها في الولايه، ها باينه باللي في لادراس. يا ودي غضبان يا اخي الكريم، غضبان ما تحمل المسؤوليه له، غضبان عيطوا له دار كان وسيط ريح ما خاطينا تربح. قال لك انت تكون عن طريق المنظمه، دفعنا عن طريق المنظمه ومش المنظمه اللي دفعت، احنا اللي دفعنا الملفات، ما يغلطكم حتى واحد، او مش المنظمه اللي دفعت، المنظمه كانت وسيط فقط تاع تاع لاكيزي كي تدفع الملفات، عندك وثيقه تثبت انك دفعت الملفات، لانه كل منسق ولائي كان مرافق ليه منسق تاع المنظمه بحضور المنسق الولائي تاع المشطوبي الجيش في اطار تاع لاكيزي، في اطار كما نقول لك
برضه هذا من بعد كل الوثيقه باينه، قال بلي انا مديت لك انا غدوه كي نجيب الليست على مستوى وليد غليزان ولا مستغانم ولا معسكر ولا وهران ولا و اي ولايه، تجيب الملف هذاك. قال اخويا ها وين الله كيجي، ها تا كمسيني لهنا تا مدير الصندوق بلي ها شحال دفعت لك من الملف. هذا هو خذ بان غدوه يتصل المسؤول يقول لك خذ بان، يقول لك انا مثل المتقاعدين ماشي مثل المشطوبين، يا ناس ما تدخلونا الشعب في رمضان. السيد رئيس الجمهوريه وعد وعد بالملف تسويه يا خويا، احنا نوقفوا على حقنا سيدي، بالك سبحان الرئيس ماشي الحق للميساج، نوقفوا على حقنا. او اذا كنتوا ما عايشين غير في المواقع، في المواقع واحد يدلك لايف على 11 تعليل، واحد 12 تعليل، واحد تعليل، هاتمسخروا بينا هاتمسخروا بينا، ها على بالك باللي شوف طيحتوا لنا القدر، طيحتوا لنا النيفو، انا حتى وليت نحشم باش ندخل الفيسبوك، اقسم بالله غير نحشم. اذا اخويا با تقصر مع صاحبك روح دير جروب تاع ماسنجر وقصر انت وياه اخويا، على واش تطلع في الفيسبوك انت والناس تشوف كامل وتحكوا تحكوا قاعد تنيزوا ها 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 واو واو، يا راكم كبار يا كل واحد كيما قدروه. الا تكلم في قضيه وصل الرساله تاعك المسؤولين، قال اودي انا ها كيفا ها كيفا ها كيفا، احكي حياتك، احكي واش جوزت اثناء العشريه، كاين الاغلبيه ما يعرفوش هذه العشريه واش هي. نفس الحكايه نفس الحكايه نفس الحكايه، اليوم درت لايف غدوة دير لايف نفس الاشخاص، ولايف لايف لايف والتسويه كاينه وفلان يدي وفلان ما يديش، والاجراء تاديبي ونهايه العقد وتمسى والله البالونس والميزان وطلع وهبط، والمناضل عايش في دوامه، ومن بعد واحد يخرج منه واحد يقول له لا ما نخرجش مع ذاك وذاك ما نخرجش منه، وحنا دخلنا في بعضنا اي راح اللي راح. شعرنا ابيض، الواحد اللي هي تاعو بياض صايب شاب، انا كنت بكري نشوف واحد في عمره 70 سنه هذاك متبيع هذاك من اللي هي تاعو بياض، يا دوك طير حبابك 40 سنه اللي هي تاعك بيضاء، شعرك احلى ما تسعاش في وجهك هي واش بزاف ما عندي ما نزيد انا صايب. انا دروك تبان لي انا مولا 40 احنا حياتنا، انا مولا 43 راني في 70، انا نحسب روحي راني في 70 سنه. كونوا رجال اخويا، انا مانيش نقول لك ارواح نضربوا البالو والفاس، انا مانيش نقول لك غادي نخرجوا ضد البلاد وحنا ضد الدوله، انا نقول لك مع المؤسسه العسكريه واني مع قرارات رئيس الجمهوريه، انا اعطيني حقي نبي نوقف على حقي، ماني ضد على حتى شيء. هذا الشيء اللي نقول فيه انا، احنا مانا سياسيين، مانا تابعين لا 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 اكس ولا اكراك، احنا مع الدوله ظالمه او مظلومه، دز معاه وقولها شيات، قول بيع، قول دير، قول ديك، ربي سهل. صاي انا حتى واحد ما يكون في مشوك، حتى واحد مهما يكون مسؤول مهما تكون الصفه تاعو، انا ما تكونش في مشوك لا انت ولا غيرك. انا اليوم راني طالب في حقي في اطار قانوني، حضور سلطات امنيه ربي ساهل، سيتياري لياجي الدرك لا روشيرش ما على باليش انا يا خويا، شكون هذه الفئه اخويا اعطونا حقنا خلينا نروح نرتاحوا، انا ما تهضر معايا ما نهضر معك. هذه الفئه دفعت ملفات على مستوى صندوق المعاشات، اليوم احنا خاصنا لا ريبونس، خاصنا الاجابه، الملف تاعنا وين راح؟ ما هو السبب تعطيل الملف؟ شنو السبب؟ كيف انت تسوي لي زوج ملايين انا في ظرف ثلاثة اشهر؟ في ثلاثة اشهر سويتوا ملفات اخوتي بدفع الملفات تاعهم بلوجيسيال بالكارت شيفا وا 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 درام في السي سي بي 90 يوم كانوا في جيبتهم. يا يعني وانا من 2008 هاو راهي تحبوه، الا كان سولح فاتك وراهي وصلت الالجي وعاود رجعت وراهي دفعت الملفات كورونا خلصنا وروحنا لعاب، وكورونا كيما نقول لك انا صاي راني روح جبت عمره وجبت حجه وعلى باليش انا هي تعطونا 4 دور تكررونا في حياتنا تقتلونا بالقايمون. ها قال خلصوكم ما خلصوكمش روح تربح وسبح الله، ها خرجونا من الواد سيدي، ها خرجونا من الواد، احنا رانا جزائريين ورانا ابناكم، خرجونا من الواد وحنا موافقين بالله يخلف، كاين ما كاش والله بغير ربي كيما نقول لك واحد بنا باللي نموت وحده بس غدوة عند ربي والله ما نسمح لك، اقسم بالله غير نقتص منك اي مسؤول، اقسم بالله غير نقتص منك يوم القيامه مهما تكون الصفه تاعك. غدوة قال ربي هذا ظلمني، مسؤول هذا ظلمني، ادالي حقي اروح نقتص منك به بالعائله تاعي. هيا ادخل الجنه انت، واذا كما كنتم تامنوا بالاخره هذيك حاجتكم، بصح انا نامن بالاخره وربي قالها ان الاخره خير وابقى، ان هذا لفي صحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم. سبحان الله، عمر فاروق رضي الله عنه قال لك لو عذرت البغلة في العراق فأنا مسؤول عنها. يا وحنا عثروا 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 ماشي عثروا العباد، ولينا نطيحوا في الويدان نهار اللي حاوزونا في الساعقة في تيجي اللابين، ولينا نطيحوا نطيحوا كيما كيسموه هما ما شفتوش فينا،
ما درتولناش قدره. هل بك من وين ترانا جايبينها؟ هل بك من وين ترانا جايبينها؟ باحتجاج مش احتجاجات، بالوقفات. اعطونا حقنا، اعطونا حقنا، اعطونا حقنا، اعطونا حقنا. ها سبيتونا، ضربتونا، دخلتونا، خوتنا للسجون. عيب والله غير عيب. انا كي نشوف غدوه قال شكون هذو، قال منتسب الجيش، ولا قال منتسب محارب العشريه، محارب العشريه. هنا كي نشوف حشاكم اسمحوا لي بهذه العباره، نشوف انا شين بيرجي ضربته بومبا فصلت له رجليه، يتكرموا بواحد الطريقه. اقسم بالله العظيم استغفر الله يا ربي. كما قال لي واحد صاحبي كان مسكين، الله ما اذكرش اسمه تاعو، يا ولدي قال لي والله كوني عشت كد في الانجليز، ولا عشت بنادم في الجزائر. هاو قسما بالله لا قد حتى البنادم ولا يستغفر الله يا ربي جهلتونا، حتى الواحد ولا يتمنى يعيش كد في الانجليز ولا يعيش بنادم في الجزائر. ها والله العظيم ناس يا سيدي والله شوف، ما انا واحد من الناس وليت نحشم على روحي، انا وليت نحشم ماشي حتى هما. عينا نمشي معاكم، قلنا لكم في كاع الشيء اللي كاين مشينا فيه. هاو في اخر المطاف كيما يا سيد الرئيس انت بروحك قلتها، قلت كاع الناس غلبتني ولا غلطت اختي. هاو حنايا كاع الناس اللي كانت ضد الاخر البلاد كاع اليوم راهم لاباس بهم. اه كاع خلينا يا مراد يرحم باباك يرحم والديك، خطينا نشوف السلي شوف اللي بيسب يخرج من قسم الصفحه. ما تسب شوف الله يرحم باباك، راه كاين هنايا انا عندي خوتي، عندي عمامي، عندي صحابي، كاين حتى ائمه نعرفهم ويعرفوني شيوخهم في الباجا تاعي، وانت قاعد تقول في الكلام من خاف الله اخويا. انا على بالي بلاك مكريزي، انا راك اكثر يعني بس الواحد يكون شويه رزينه صاحبي. هاو تقول لي كلام، تقول لي كلام انا في الاخر. يا اخويا روح اكتب في الباجا تاعك وربي يسهل عليك اخويا. ها كونوا رجال جماعه والله لابس عليه لله محمد رسول الله. ولهذا شنو نقول لخوتي؟ لما مو هدرت ما فيه الكفايه. وكما نقول لك الحرب الغمزه والبرهوش بالدبزه. اللي باغي يقوف على حقه. انا مانيش نقول لك ارواح بنبلعوا ولا نديروا ولا نعملوا. سمعتوني. احنا نستفسروا الملفات تاعنا. اذا كان على مستوى الناحيه نشوفوا ان المشكل تاعنا المستوى الناحيه الخبره الطبيه والاستدعاءات والناس اللي تجوزت الخبره والناس اللي دات واللي ما داتش، نفهموا واش كاين. لاني من حقي باش نستفسر. ما دامني جبت لك ملفات يا خويا ارواح فاني كيما بديت لك ملفات لازم انا اللي مستفسر على الملف تاعي وراه واصل. واذا كان الناحيه الثانيه ما كان حتى تجاوب ليكون في علم الجميع الناس كامل جهز روحها. هذه هي الجاهزيه يا خويا. يا شوف يا الحبس يا عدمونا يا قتلونا. بصح كاينه حاجه نوصيكم عليها من دروك. سمعت؟ شوف ما تجريش مورايا في وسط الغابه. سمعتني؟ ما تجريش مورايا وسط الغابه النبي. هذه هي. خليني نوقف على حقي. يرحم والديك، يرحم والديكم، وخاصه هذا الميساج للسلطات الامنيه. خليني نوقف انا نهضر على حقي. يرحم بابك. انا نعاهدك باللي اي واحد ما يرميش شجره ولا حجره. خليني نوقف نهضر على حقي يا خويا، خليني نوصل رئيس الجمهوريه، ما خليتوناش نوصل رئيس الجمهوريه يا سيدي، خليني نهضر اخويا، خليني نعبر يا سيدي سبحان الله. قلتونا 92 2011 دفعنا الملف، دفعنا الملفات، اعطونا حقنا وخلونا نروحوا نرتاحوا، صاي. ما بقى انا واحد من شوف ماشي غير انا، كاع الناس راه صاي لحقنا لواحد الموصل اللي ما نقدروش باش نزيدو ما قدرناش. لا اله الا الله محمد رسول الله. والرجال هذو لما يقول لك احنا محاربين وحاربنا يا مسنا واحد طلع على التصويره تاع الافلام الناس كاع قالوا انا تيريت بها. خرجوا شويه من المواقع. خرجوا، احنا رانا اليوم رانا مدنيين، احنا كنا بالامس محاربين، لكن اليوم انا مدني. صاي؟ حتى واحد ما يزيد يدغري يقول لي انت يا صح نفتخر اني الانتماء تاعي للمؤسسه وسالي جيش التحرير وكنت من الاوائل اللي حاربنا على البلاد هذه. ونفتخر بها اليوم وغدا. ونضرب صدري وكاين بناتي وولادي وخوتي كاملنا ونفتخر بلاني لبست النهار اللي كانت النار شاعله في البلاد. انا ما طلعتش الجبل، انا ما سمحتش في الدراسه تاعي وطلعت الجبل وحقرت الشعب ودرت لي فو براج وحركت مؤسسه الدوله. انا دخلت لبستها و
واذا كانت الامر بيد الله بيد الله، وربي ما كتبليش ما كملتش على مستوى الوحده. خرجت هنا يا خويا بصحتكم، اليوم عطونا حقنا، اليوم البلاد راهي بدات رجليها، والبلاد راهي بالسواعد تاعها وبرجالها والحمد لله برجالها. اليوم خويا الحمد لله عطونا حقنا، عطونا هذا الربعه دور وهذه كما قال لك جدي الله يرحمه، خلونا نروحوا نرتاحوا وانتم ترتاحوا وربي يسهل على كل واحد. ما توصلونا ما نوصلكم، ورانا اليوم وغدا قلنا مع البلاد، ما ناش ضد البلاد احنا، ما ناش ضد اي شيء. اي واحد حتى واحد ميدغلي باش من بعد ربما باك تجي تحاسبني تقول لي يا ودي صواب وانت درت، ما انا نقول لك واللايف هذا ما نفاصيش وما يتفاصاش، وحتى اللايف ما غادي مع عمري ما درت لايف وفاصيته. لاني نتكلم على حق، واذا كان نتكلم على حق وما عنديش الحق يا خوتي سمحوا لي، انا والله ما هذه البلاد صاي لا اله الا محمد رسول الله. احنا بلادنا ونعتز بها وبلادنا ونفرحوا كي تولي باينه في وسط البلدان، بصح اليوم كي تشوف محقور انك 9 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 3 سنوات 10 سنوات 14 سنة ما خدنا في عليا لا حق لا محقوق، وأثناء عشرية كانت دولة كانت في أكثر من 40 دولة ولا 50 دولة كانت الدعم في الجماعات الإرهابية في البلاد، العالم كامل كان ضدنا، كنا عايشين في زنزانة كبيرة، كنا عايشين في زنزانة كبيرة، كنا عايشين في سجن. الجزائريين كي تقول جزائري يروح لقطر ولا مصر ولا ليبيا ولا في اوروبا ما نحكوش هذو لكن الرجال وقفت وضربت على البلاد ودافعت على البلاد ودفعت الثمن غالي، دفعت الثمن غالي بشباب برجال اشاوس اللي حاربوا على البلاد والعباد. والله غالب احنا ربي ما كتب لناش النصيب ان نستشهدوا، الحمد لله رانا عايشين، هذه هي. أنا باش تنزع مني الوطنيه، ما عنده ما ينزع مني الوطنيه، الوطنيه هذه ترى انا النهار اللي كانت في عمري 3 سنين عامين انا كنت تراب تاعي عشت به، كليت كي نجوا ناكل تراب، هذه يعني حقيقه، هذه ماشي والله ما نزيد في كلمه، والله غير حقيقه. انا كنت تراب تاع الارض ناكله، واش ما بقى ما عنده ما ينزع لك، ونعلمها لبناتي ونعلمها لاولادي ونعلمها ولاد خويا ونعلمها الاحفاد تاع ولا الروح الوطنيه وما جات بالمال ولا تنشرها، هذه الله غالب، هذه شيء واحد اخر، هذه امر خاص، ما ندخلوش يا جماعه على الامور تاع الشخص تاع الانسان. الوطن يبقى وطن مهما يكون المسؤول، مهما يكون مسؤول عادل ولا ظالم، الدوله والوطن يبقى وطن مهما يكون، حبيته ولا كرهته الوطن يبقى وطن. احنا كما شفنا في الدول خوتنا العراق ولا سوريا والسودان واش صرا فيهم، حنا حاربنا حلف ناتو حاربناه، ماش حاربنا جماعة إرهابية احنا. الناس كانت تدربهم في الخارج وترميهم هنا في الجزائر، باه الأمد تاع القضية هذه طول، كانت حتى الدول العربيه كانت تشفى فينا، لكن الحمد لله برجالها والناس هكاين التي لا شكر برجالها الحمد لله وقفنا، هم اللي عطونا حقنا. احنا رانا محترمين البلاد هذه ونحترموها اليوم وغدا، ونحترموا مؤسسات الدوله بجميع الشرائح تاعها مهما يكون، لكن احنا اليوم كي رانا نتكلموا انا نتكلموا على حق من الحقوق للسيد رئيس الجمهوريه، المسؤولين على مستوى وزارة الدفاع الوطني، المدراء الجهويين المركزيين، أعطونا هذا الفئة راهي تموت في صمت. الناس راهي يوم بعد يوم رانا نفقدوا 5 زملاء 10 زملاء، هذو اللي نسمعوا بهم، اللي ما نسمعوش بهم بلا حدث ولا حرج. خوتنا الأرامل ما نهضروش عليهم لا إله إلا محمد رسول الله. احنا رجال وراهي بحرتنا في مصروف أولادنا، وما بالك امرأة ترك لها الزوج نتاعها 5 أطفال أو 3 أطفال بدون سكن. بالنسبه للسكن انا تفكرت هذا الامر تفكرته والحمد لله، قال لك الله يفكرنا بالشهاده ان شاء الله. عندي واحد الرساله بنوصلها وخاصه المنسق الجهوي تاع المتقاعدي الجيش الوطني، هذه الرساله وتكلمت معاه مرارا وتكرارا نهار اللي كنا تحت مضاوين تحت التنسيقيه الوطنيه، والملفات تاع السكنات ليكون في علم الجميع انه تقريبا الناحيه الغربيه ماشي كاع لكن بعض الولايات انه المفصولين نحوهم القوائم تاع السكن.
وتكلمنا على الارامل، انا حتى الرجال قلت الله غالب وقلت الارساليه ومش الارساليه، لكن هنا تذكير الاخ بنطاطا محمد، واني اتصلت مرارا وتكرارا بالهاتف تاعكم وما هزيتش عليا وما بغيتش تهز عليا، وتبقى على العاتق تاعك وعلى الرقبه تاعك، باسكو النهار اللي بغيتي ندير وقفه ولائيه وطنيه جهويه على مستوى ولايه غليزان، انت تكلمت معايا في الهاتف قلت انا نتحمل المسؤوليه، عندي زوج ارامل، عن زوج ارامل على مستوى ولايه غليزان، وتكلمت معايا والملف تاعهم وعطينا حتى بالاسم تاعهم ولا تاع الازواج تاعهم في اخر المطاف، البلديين تاعك استفادوا، انت استفاديت، الارامل هذو ما داوش. انا نقول لكم من هذا المنبر سي بنطاطا، شئت ام ابيت هذا الناس تتحاسب عليهم يوم القيامه، يوم القيامه تتحاسب عليهم، لانه لو تركت الامر لي اليوم انا نظن باللي هذا الخوتنا هذو الارامل هذو راهم ساكنين، لكن انك تحملت المسؤوليه وقلت انا نتحمل المسؤوليه مع رئيس دائره ولايه غليزان ومع الوالي شخصيا في اخر المطاف، انتم سكنتوا والارامل هذو اليتامى قاعدين متطايشين، وليكن في علمك والرساله هذه على بالي غادي توصلك، وانت راك قالعني وراك قالعني من ليزامي تاوعك، الرساله هذه توصلك، ليكن في علمك راه عندك ابناء، راهم عندك ابناء، ودير ولادك في مكان هذا اليتامى، لان الامر بيد الله ماشي بيد العبد، تحملت المسؤوليه كون قدها. انا كنت قادر نروح رئيس القطاع على مستوى ولايه غليزان عمي عمار نعم الرجال او العقيد، والحمد لله الناس كامل تعرف شدلو بالخير، الوالي السابق الحمد لله ثاني، لكن انت وقفت لي في الطريق وقلت لي انا نتحمل المسؤوليه في اخر المطاف، المعلومات اللي عندي المشطوبين اللي عندي على مستوى الظهره كملت معاهم ما كانش، خرجتهم زيرو، والارامل اللي كان عندي امل بسيط الامل فيهم باش تدوهم ساكن الاقل يسكنوا راهم قاعدين كاريين، وين ارمالي تكري ولا تاكل ولادها، فهموني انا نقول لك اسي بنطاطا وانت وجماعتك كي جلطي كي بنعلو، انا نقولها لكم كمتقاعدين راكم مسؤولين امام الله وامام العباد، واني نتكلم بالحد بالاسمه باسكو علاه انتم اللي كنتوا مسؤولين، انتم اللي كنتوا عندكم اتصال مع رئيس دائره تاع ولايه غليزان والوالي تاع الولايه، وانتم اللي تحملتوا المسؤوليه وقلت انا ندبر راسي، وخاصه بنطاطا شخصيا قلت لي انا ندبر راسي، انا كون خليت لي الامر ليا انا ندير وقفه وطنيه ولائيه جهويه، نروح رئيس القطاع نروح شيف دو جروبمون، الاقل هذا الارامل انا ماشي ندير على نفسي، هذا الارامل الاقل توقف عليهم، لكن في الاخر المطاف بح سكنتوا البلدين تاعكم، البلدين داو، صحابكم داو، والارامي سمحتوا فيهم اللي تا ما سمحتوا فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مازال الحال. مازال الحال. هذه اللي نقولها لك سي بنطاطا، الرسالة هذه. الرسالة الأخرى نوصلها خوتي المفصلين على مستوى الناحية الغربية، كونوا رجال. غدوا إن شاء الله نلتقى في صندوق المعاشات على مستوى الناحية الثانية. الاستفسار على الملف على التاسعة إن شاء الله بإذن الله تكون الوقفة تاع ساعة ساعتين الاستفسار، الناس كامل تحضر نشوفوا الملف تاعنا، عطاونا إجابة اللهم بارك، ما عطاوناش إجابة نروحوا للوطنية، والوطنية الناس كامل تكون حاضرة والناس كامل تلم بعضها كنا وحي كامل، حنا اليوم ما بقناش، يا يدخلونا قلت لك عندهم ثلاث طرق، يا يسوونا يا يدخلونا الحبس، يا يدونا كاش بغابة ولا كاش بلاصة ويعدمونا ولا يدونا الرقان ويقيسونا ثم في رقان. وصلت عندي انا هنا ما نزيدش نزيد الامر باسكو راني طولت، وكل ما تزيد الكلام تزيد فهمه تقل الفهمه، ولهذا سمحوا لي خوتي انا باسكو كي نقلع في الهضره سمحوا لي، لا اله الا محمد رسول الله هو القلب راه معمر. كاش ما عندك اضافه سي محمد؟ اروح شو خويا من ساعدني اروح شو مد والو والله غير جيت اروح قلت لك والله يا روى كمل الاضافه وصيه خمس دقائق وزوج دقائق كملهم وصلت النبي، ومن بعد نختم خويا الجيل الباقي الاخر. السلام عليكم الجماعة، حنا شنو غادي نقول لكم؟ حنا كمحاربين عشرية سوداء درنا الشيء اللي درناه، صالحنا الناس في الشرق ربي هو اللي شاهد، وقفنا مع الناس قدر المستطاع قدر المستطاع، اليوم
ناس تفركتس اللي كانت عنده النية ناقصة في القضية. أنا يبان لي كي يخرج من القاطعة ثم خان القضية، ولكن الحمد لله مازال الرجال واقفين في هذه القضية. احنا ماذا بينا غدوة نتلاقاو نشوفوا بعضنا بعض أولا، نتسامحوا مع بعضنا بعض ثانيا، اللي فات للخبرة ماشي تسوى. دوك المشكل كاللي راه عنده عامين وراه يقارع وما عنده حتى معلومات. كي رانا نهضروا على الناحية الثانية والناحية الغربية، حنا جماعة رانا ديجا، أنا كمناضل كمحارب عشرية سوداء في ولاية وهران، دخلت شحال من خطرة للصندوق المعاش وراني فوت الخبرة، ولكن كان حتى معلومات. تقصي يقول لك اودي الحياة راهي حابسة. علاش راهي حابسة؟ يقول لك اودي المديرة اللي كانت هنا خرجت راحت. رانا في محاولة مدة شهرين. هذه الحقيقة والواقع يا جماعة، احنا ما نكذبو ما نبلعطو ما نبيعو ما نشرو، هذه حقيقة اللي كاينة. عندهاش مدة شهرين ولا 3 شهور في صندوق المعاش ما كان والو. في هذه الأيام مؤخرا مدة حوالي 20 يوم لا ليست اللي تعلقت في 2022 في رمضان، ورانا في أبواب رمضان إن شاء الله، لو 22 ولا لو 23 ولا مهم رمضان إن شاء الله، لو 22 ولا لو 23 مارس إن شاء الله. كاين ناس في المحاربين اللي فاتوا الخبرة ممكن جدا راه يقول بلي ودي نخلص مارس، وكاين اللي عنده معلومات بلي دا زيرو، وكاين اللي عنده ملف عسكري أثناء الخدمة ومازال ما عنده حتى معلومات. وكاين لا ليست تاع ميل 300 اللي كانت حوالي مدة 6 شهور باللي كاين معلومات باللي قائمة فيها 1300 تاع التأديبي وما تعلقتش. اللي راهم يعيطوا لهم تاع اللي تعلقت لا ليست تاع رمضان تاع العام 2022 910، هذه حقيقة وواقع. احنا قلعت الوتيرة في هذه السيمانة اللي فاتت نحوسوا كمناضلين احنا فتنا للخبرة. علاش اذا كان هذا منسوب علاش راك شادو؟ علاش راك تطول به؟ قارع الاستدعاءات عامين، فات للخبرة عامين وحده اخرى، وكما نقولوا الايام تمشي. هذا الانسان راه كبير والناس راهي مغبنة، ورانا على ابواب رمضان اذا كانوا هذو الناس المشطوبين المحاربين اللي فاتوا للخبرة، على الاقل تبينوا للمشطوب للمحارب على الاقل اذا كانت النية حسنة. هذو الناس اللي فوتوا كاع في النواحي وراكم بعيد تسووهم راهم فاتوا للخبرة. من قارع اللي راه يقارع مسكين الاستدعاء وما عيطولوش، هذاك ما نهضروش كاع عليه، هذاك راهي كارثة. الناس راهي فاتت للخبرة وراه في عامين، واش يزيد يقارع؟ انا هذه اللي حوسو نفهموها. الا ما عندوش ديره دير له كيما عيطتو في القائمه وكيما علقت القائمه وقولوا روح تروح. الناس راهي على الاوتار، الناس راهي مغبنه، الناس راهي عندها وليدات، الناس راهي مرضى في ديارها. وكل خطره يخرج واحد بلايض يكذب ويبلعط في الناس
مش عارف مش شاريناه ما فهمناش. امراض نفسيه مرض. ولا امراض نفسيه مرض. دروك واحد فات الخبره عامين، وواحد الاخ عنده 3 جور في ورقله قال لك احنا 45 يوم تطلع في الريزو، اديت ما اديتش ورحت تربح. دروك اذا كان انسان فايت في عامين وعنده ملف عسكري وعنده على باله باللي دا وماهوش مازال ما 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 كان والو، هنا النية والراهي. وزيادة على ذلك تدخل للصندوق المعاش باش تسقسي يقول لك حتى نعيط لكم. هذه هي الصراحة، دير لاشين وتقارع كي تلحق عنده يقول لك انتوما حتى نعيط لكم. كيفاش تعيط له؟ السيد راه يحوس إلا كان في الريزو عطيه حقه، قالها الملف تاعك راه واصل، ولا راه مقصي قال راه راك مقصي، علاش على ندرك هذا، على ندرك انا على حسب الغرب، انا على حسب مفهومي واللي نعرفه انا، كاع في الغرب كاين زوج تاع الناس اللي تسواه، هو الاخ دحدوحي وحمدادو، امراض مزمنه، امراض مزمنه، ربي يشافيهم ويعافيهم من هذا المنبر. احنا ما خصناش اللي يكذب علينا ويقولنا في 2008 و 2009 و 2010 و 2011 شحال من واحد راه فايت الخبره يا جماعه، شحال راه كاينه عندكم لا ليست وعندكم قائمه وعندكم تليفونات وعندكم الهاتف تاعهم، وكاين بوردور بلاكيزي. دروك هذو اللي فاتوا حوالي 9000 ولا 10000 بالتاديبي، احنا كي نقولوا ان شاء الله قاعد تسواو، احنا نهضروا في الحقيقه اللي راهي كاينه دروك، اللي راهي كاينه اللي فاتت الخبره واللي مازال ما فاتش الخبره، كاين نهايه العقد مازال ما عيطولهمش، وكاين تاديبي كاع الحالات ما عيطولهمش. وهذه هو الراهي، كي دايره حبست صاي، انا نشوف القائمه اللي تاع العام اللي فات حتى للسنه عيطولهم، والناس راهي على الاوتار، الناس راهي مغبنه، وراه كبير المشكل، راه كبير. هذا كيبغي يروح يخدم في الشركه، في اي شركه تعرف شنو يقولوا له، ما نقدر البطاله ودايرين 40 عام، وهذه هي الحقيقه. البطاله 1,500,000 دايرينها على 40 عام، فوق 40 عام بنهار ما تخلصهاش. خلينا ديك تاع راسيرونس وديك ودي ما نهضروش كاع، سما هنايا ما تقدرش تخدم انت في الشركه، واي لالونس تطلع في الجريده يديروا لك من 18 عام ل 40 عام. كو تقرا اي شركه دوموندي خدام مثال تلقى حتى 40 عام، وحتى في الخارج في الدول الاوروبيه. حنا هنا دي اللي نقولوا يا جماعه باش ما نطولوش، خلاصه القول احنا غدوه غادي نستفسروا على الملفات هذا، واللي باغي يجي يستفسر يجي يستفسر معنا، يعرف صوالح وراه مواصلين وكي راهم دايرين وراه واصل. اللي ما جاش سما لا با ماشي بالي بهذه الصوالح وتسوى بالبركه عليه، اللي ما جاش سما هذا باين. احنا على كل حال غدوه على 9 ان شاء الله رانا في الصندوق المعاش تما باذن الله، الى استقبلوا جماعه راهم كاين خاوتنا لي زونسيا يستقبلهم يعطوهم لي ديتاي. حنا على بالنا انا كمناضل في ولايه وهران على بالي بلي عندها حوالي شهرين ولا 3 شهور الحياه كانت ماهيش نورمال في الصندوق، كانت مازال ما تقلعتش الحياه. حنا نتمنوا غدوه يدخلوا جماعه ويعطوهم الديتاي وكاع الناس تفهم، ونتمنوا ان شاء الله القائمه اللي كانت هنا كذلك تاع التاديبي تتعلق ويعطونا صوالحنا امورنا كراهي باينه، تبقى في الطبيب تاع مدني او عسكري، هذيك اللي عنده عسكري ما نحسدوش، وكاين اللي عنده ملف عسكري يجمع ومسكين تخرج نهايه العقد ولا تاديبي ولا حوادث عمل ولا بين، فين نقولوا لا رانا نتبعوا فيها حاجه بحاجه، ونتمنوا كاع كل مدني كل عسكري كاع الناس تسوى ان شاء الله. والسلام عليكم جماعه، وتهلاو في رواحكم، ودعونا ربي معكم إلا بغيتو الله تعالى سبحانه، راه كاين 458 دعونا ربي يفرج علينا ويشدنا في هذو الوليدات
والسلام عليكم يا جماعه، وان شاء الله كاع راكم رابحين، واللي كاين كتب التعليق وكاع على غلب. انا ما نبغيش نقرا في التعليق، اسمحوا لنا. وغدا ان شاء الله التسعه نروح نتقهوه في رحبه نضحكوا، واللي فيها الخير ربي يجيبها. سلام. المهم خوتي شنو نقول لكم، نورمالمون رانا كفينا وفينا، وسمحونا على الاطاله ربما انا طول على خوتنا كاين اللي راه غدوه الصباح كيما نقول لك يبكر على بالنا بلي كان اللي حكم طريق كاين اللي نتمنى لهم الطريق السلامه ان شاء الله. المناضلين اللي حضروا وندوا الاستفسارات وندوا الاجوبه اللي رانا محتاجينها من صندوق المعاشات مع المدير صندوق، ان شاء الله يكون كيما نقول لك السلطات الامنيه تكون فاني كيما نقول لك توقف معنا في هذا الامر هذا. احنا ان شاء الله بربي غدا باذن الله الملتقى، والرساله تاعي الثانيه نوجهها لخوتي المناضلين على المستوى الوطني شرق غرب وسط جنوب، يا جماعه ديروا اليد في اليد، الا بغيتوا الله تعالى وبغيتوا ربي وبغيتوا حق الزواج ولا تجيبوه خرجوا شويه من المواقع. الله يرضي عليكم الوالدين، الا بغيتوا الله تعالى وتغيبوا خرجوا من المواقع، يرحم والديكم خرجوا من المواقع، عيشوا الواقع شويه. والناس انا ماني شوف ماني هنا بهذه الكلمه تاعي ماني خسرت انسانه اللي راه يقول لك التسويه وكماسا وانا وكذا والفئه ولا والرئيس قال ومش قال. انا اسمع لي اخي كريم، الا بغيتو ربي احترام بيناتنا واجب، كل واحد يحكم قدره عند نفسه. وقفتوا بعض فلان قال وفلان قال وفلان قال وتاع التليفون وفلان قال لي في فلان وفلان قال لي في فلان، هي اللي خلتنا في الحضيض. الا بغيتو الله خافوا ربي، ديروا ربي في خاطركم، رانا في عواشير، خافوا الله، ما توليش تطعنوا في بعضاكم، راكم كامل راكم زملاء، وكنتوا بالامس القريب كنتوا زملاء، وكنتوا في الميدان، وناضلتوا مع بعضاكم على حقوقكم، كملوا في الطريق، وان شاء الله بربي احنا دولتنا ما غاديش تسمع فينا هذه حقيقة، باسكو النية تاع الجمهورية، الأمور اللي راه يتكلم فيها دائما في الحوارات تاعو. عندنا امل كبير جدا في القياده وفي رئيس الجمهوريه الملف هذا تكون هذه السنه كما قلت لك السنه الاخيره نتاعو، ونعيشوا في عز وكرامه، ورانا مع البلاد اليوم وغدا، ومع بالشيء اللي كتبوا ربي بالشيء اللي كاين. احنا اليوم رانا حتى ولا كان تكلمت هسه قلت لك مدين، لكن اللي حتى اي فرد من الافراد هذو كنت تصيب فيه الدماء نتاعو مازال عسكري، مازال فيه دماء النخوه تاع الدفاع عن الوطن والوطن. احنا سما قلنا باللي ماشي بمقابل، ماشي انك انت كاين بندافع على بلادي ولا بمقابل، نو ابدا. نهار اللي دافعنا احنا دافعنا على 250 الف الشهر، ما دافعناش حتى كان ربما كان شهور ما خلصناها كاع الله يسمح. ولهذا انا نقول لخوتي خرجوا من المواقع، عيشوا الواقع شويه، خطيكم الطعانات، خطيكم فلان فلتان ودار وما عملش. يا خويا انا واحد من الناس نقول لكم دائما ونقولها ونعاودها مرارا وتكرارا، عافى الله عما سلف، لكن دائما نقول لك البلا روح ليا ولا نجيك. انا نقول لكم اودي خطيكم المراشر في بعضكم، وما توليش فلان وفلتان، عيش 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 على ملفك، عيش على ملفك، ما تعيش على ملف صواب ولا ملف تاع فلان ولا اكس ولا ايكراك، عيش على ملفك. انك انت دفعت ملف كنت عسكري سابق اثناء العشريه حاره الارهاب حاره الارهاب، خسرت. كاين اللي اليوم راه يمشي بالكاشيات، راه يمشي بلاطونسيو، راه يمشي بالسكر، راه يمشي بالدياليز، راه يمشي بلازماتيك، راه يمشي و و و و وما نزيدوش نكثروا في الامور. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. حنا نقولوا خوتي الله مرض ربي يشفيكم، خوتي اللي توفاو من عثمان عيادي والجماعه كامل، شنو نقول لكم؟ نتلاقاو في ديك الدار ان شاء الله. حقنا حنا اللي ما ديناش هنا، ندوا لهيه. وانا نقول لخوتنا اللي توفوا ربي يسمحوا لنا، خوتي اللي توفوا يسمحوا لنا، اولادهم يسمحوا لنا، لانه اقسم بالله يا جماعه صدقوني، كل واحد فيكم كل فرد فيكم يدير انه الامر بيد الله ماشي بيدي ولا بيدك، لكن كل واحد فينا يدير انه خلى اولادهم وراه يغيب عليهم غير شهر، يغيب عليه ما يشهر مشي مدى الحياة، يغيب عليه ما يشهر ويشوف ولادو كيفاش يعيشوا، يغيب عليه ما يشهر فقط
ونشوف كيفاش يعيشوا. خوتنا اللي راهم يموتوا في صمت، راهم تاكلين عليا وتاكلين عليك وتاكلين على ذاك وذاك. تبكري يقول لك المثل، يقول لك الحمكي يخنزير دهم ماليه، الحمكي يخنزير دهم ماليه. المصور هذا ما غادي يرفدو حتى انسان. وحنا على بالنا بلي كيما قلت لك العين بصيره وليد قصيره، لكن لا غالب الشيء اللي نقدروا عليه رانا نديروا فيه بالشيء باي طريقه. حنا حقنا ما نسمحوش فيه، حقنا واقفين عليه. واذا كان حنا ماناش عندنا حق، ماذا بينا هاد المسؤولين يخرجوا لنا على المباشر ما عندكمش حق باش تحاكيهم. يقول لك لا من حك الراس، حتى واحد مولي يقول لك انا عندي ذاك الليبري نروح نطيشو الرادياس وذاك نروح نطيشها ونعيش حياتي عادي وننسى بلي اني لا بصح غدوة عند ربي والله ما اسمح لكم واحد. سمعت هذه اللي نقولها لخوتي. ربي يرحم الشهداء، ربي يرحم شهداء الوجب الوطني، وربي يحفظ البلاد والعباد والمسؤولين اللي راهم خدامين البلاد اللي واقفين عليها يوما بعد يوم ليلا ونهار، والمرابطين على الحدود الجزائريه ما ننساوهمش خالص الدعاء تاعنا، لانهم اليوم احنا كنا بالامس وهم اليوم راهم عايشين كما يقول لك في اقصى الحدود الشرقيه والغربيه والشيل الجنوبيه، وراهم عايشين كما يقول لك في ظلام دامس وفي برد قارس و و وما نزيدوش هذا الامر فضل علينا ونعرفوا كيفاش عشناه. ربي يكون معكم وربي يحفظهم ويحفظ اولادنا ويحفظ ابنائنا، يحفظ جميع اللي راه واقف على هذه البلاد، من الاطباء من الدرك من الجمارك من الشرطه من الجيش من كامل، حتى المواطنين الاحرار واللي يحبوا البلاد هذه اللي يحبوها. كي نهضروا على الحب يحبوا البلاد ماهوش بالثمن، لانه شهداء اللي ضحوا البلاد ما ضحوش بالثمن، ضحوا بارواحهم ضحوا بنفوسهم. احنا اليوم نقولوها بالفم العام مازلنا مستعدين نضحوا للبلاد. بصح البلاد اليوم الحمد لله بخير واقفه على رجليها. السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبارك ربي يطول في عمرك، ان شاء الله بربي تجي وهبت خير وتسني لنا هذيك الورقه وخلينا نروحوا نرتاحوا. الله يرضى عليك الوالدين اللي في القبر، ربي يحفظ خوتي ان شاء الله. الله يرحم الشهداء، تصبحوا بخير، الملتقى غدا ان شاء الله.